كيف كيف كان تقلبات؟ احنا شفنا من يومين مطر وبرد، امبارح حر، النهارده حر، بس جو لطيف للصيام يعني. جو حلو الحمد لله. آه. للصيام بغض النظر عن جو الاستوديو هنا، لما في ارتفاع بقى في درجات الحراره. في ارتفاع ده حقيقي. على العموم هنبدا مع حضراتكم الاول جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وطبعا بنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه دي لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وظهرت كمان سيوله مروريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعه وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة السيارات وصولاً للمعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة، نفس الأمر في الاتجاه المعاكس. أنا مع بعض نروح الجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان. عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية بعد بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. أما الطرق المتجه للإسماعيلية ففيها سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا للطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية أيضا. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة زي ما قلنا الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في كاترين 17 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية.